وفرنا في عيادتنا جهاز حديث ما يسمى بجهاز البيبي فيس، وهو من الأجهزة المعتبرة والمعتمدة الذي يعمل على علاج الأمراض الجلدية وكذلك تجميل الجلد في آن واحد. يعتمد على مبدأ ليزر الثوليوم الذي يقوم عن طريق بعض الموجات التي تسمى موجات النانومتريك باختراق طبقات الجلد الخارجية عن طريق استعمال بعض الفيتامينات والمقويات الجلدية التي تخترق تلك الطبقات وتقوم بفعالية تجميلية لطبقات الجلد العميقة. وهذا النوع من الأجهزة يعمل على حل جميع مشاكل البشرة في آن واحد، مثل تجاعيد البشرة، المسامات، الحفر العميقة، وكذلك التصبغات الجلدية، حيث يعمل على علاج تلك المشاكل في آن واحد. الصفة الثانية المميزة أنه فترة النقاهة ما بعد العمل أو بعد الجلسة لا يحتاج فترة طويلة مثل ما هو في CO2، وكذلك لا يحتاج إلى الابتعاد عن العمل أو الابتعاد عن الشمس أو التعرض إلى الحرارة.